في 23 من نوفمبر 2011 تم التوقيع على المبادرة الخليجية كحل للأزمة السياسية ومخرج للمخلوع صالح بعد ثورة الشباب السلمية. في 21 من فبراير 2012 منح المخلوع صالح حصانة من الملاحقة القضائية مقابل مغادرته السلطة. وخلال الفترة من مارس وحتى نهاية العام خاضت كل القوى السياسية حوارا وطنيا اتفقت فيه على معالجة كل القضايا الوطنية، وخرجت بوثيقة شاملة تحدد شكل ومستقبل الدولة الجديد. عقب انتهاء الحوار انقلب الحوثيون على المخرجات واجتاحوا المدن اليمنية بالسلاح. في 21 من سبتمبر 2014 قامت ميليشيا الحوثي والمخلوع باحتلال مؤسسات الدولة وإسقاط العاصمة صنعاء. في 21 من مارس 2015 أعلن زعيم ميليشيا الحوثي التعبئة العامة ضد الدولة وقصف أنصاره مقر إقامة الرئيس هادي في عدن. في 26 من مارس 2015 انطلقت عاصفة الحزم العسكرية ضد الانقلابيين بطلب من الرئيس هادي. في 14 من أبريل 2015 أصدر مجلس الأمن القرار 2216 ودعا الميليشيا للتراجع عن انقلابهم فورا. في يونيو 2015 عقدت مشاورات جنيف في سويسرا ولم يتحقق أي نتائج. في ديسمبر 2015 عقدت مشاورات بيال السويسرية ولم يتم تنفيذ إجراءات بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها. في إبريل 2016 بدأت مشاورات الكويت وانتهت بتوقيع الحكومة ورفض الانقلابيين. بعد فشل مشاورات الكويت حاول المبعوث الأممي أكثر من مرة استئناف المشاورات السياسية دون أي نتائج. في 18 من ديسمبر 2016 أعلنت الحكومة والتحالف العربي بدء عملية تحرير الساحل الغربي، وتم استعادة السيطرة على باب المندب وتحرير مدينة المخا.